عليكم خوتي المشاهدين، كي درتو؟ كي بقيتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نديرو العجينه المعتمده عندي ديال البيتزا، كتجي رائعه رائعه بمعنى الكلمه. ميني بيتزا صغيرين. كنحتاجو لها 3 الكيسان ديال الفرص الرطب من نوعيه جيده. كنحتاجو لها كاس الله ربع ديال الزيت البلديه، معلقه ديال السنيده، شويه ديال الابزار، نص معلقه ديال الابزار، 3 المعالق ديال حليب بودره، معلقه كبيره ديال الخميره معجونه، شويه ديال الملحه والزعتر اختياري. كاين اللي كيبغي يدير الزعتر، كاين اللي كيبغي يدير الثومه، بودر الثومه كنتي واللي بغيتي اختياري. هذا انا كندير فيها الزعتر، كيجي رائع. اول حاجه كنبداو بهذا الطحين هو الاول. هذه هي العجينه المعتمده عندي، كتجي رائعه، جربوها صدقوني غتبقى هي المعتمده عندكم. حيت هاد العجينه غادي تجي على 2 مراحل. اول مرحله كنديروا ديك 3 الكيسان، كنديروا عليهم ديك الحليب بودره، كنديروا عليهم ديك المعلقه ديال السنيده، شويه ديال الملحه، كنديروا عليهم نص معلقه ديال الابزار، كنديروا عليهم ديك الزعتر محكوك هكا بين يديكم محكوه. غنخلي لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. وكنديروا ديك المعلقه ديال الخميره، وكنلونوا بحال هكا غير بيدينا في الاول. حتى كتخلط ديك النواشف كلها، ونزيدوا ديك الكاس الارض ديال الزيت، زيت البلديه راه كيعطيها نكهه زوينه. وكنخلطوها ب3 الكيسان ديال الماء دافي. العبر باش عبرنا الطحين غادي نعبروا به الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف. 3 ديال الكيسان، بسم الله الاول، هذا الثاني، ونخلطوا. نزيدو الكاس الثالث ونخلطوها مزيان. كنخلطوها مزيان باش ما كيبقاوش فيها ديك التكتلات ديال الطحين. من بعد ما خلطناها كيجي القوام على هذا الشيء، الشكل هذا كيجي جاري. كنغطيوها بالسلوفان وكنخليوها تخمر لمده 15 دقيقه، وبقاو معنا باش تشوفوا المرحله الثانيه. بعد ما اختمرت العجينه ديالنا، هيا كتجي شوفي الفقاعات كي دايرين. شوف كنزيدو عليها 2 كيسان ديال الدقيق الفينو، ديك السميد الرقيق، وكنزيدو عليها 2 ديال الكيسان ديال الفورص. بطبيعة الحال مغربل، وكنجمعوها بيدينا. ولا ما كفاتش الطحين، الا بقات العجينه شويه جاريه كنزيدوها شويه ديال الفورص. انا هاد المقادير نشوف كتجمع لي على حسب الفورص، كاين الفورص اللي كيشرب. هذه هي الطريقه المعتمده عندي، ما كنعدلكوها ما والو، هي كنجمعوها من بعد ما كتجمع لينا العجينه كنديروها على سطح العمل.
راه كتجي عجينه ناجحه. صافي كنجمعوها بحال هكا ونقسموها قويرات. كنرشو سطح العمل بشويه ديال الطحين ونديروها كويرات جهد اللي غنطلقو في الدلاك. العجينة غزالة كتجي كتجي رطبة. صافي ونطلقوها. ناخذ الكره الاولى نستعينو بشويه ديال الدقيق ونسرحوها. راه كتسرح بكل سهوله عجينة زوينه كتخرج كميه كثيره. الى درتوها رقيقه راه غتخرج لكم كميه كثيره بزاف. درتوها غليظه على حساب المرشوم اللي غتستعملوا. انا ما كنخليها لا غليظه ولا رقيقه بزاف. كنقطعها بمرشم دائري يجي بحال هكا السمك ديالها ما غليظه ما رقيقه. صافي وكنديروهم في صفيحه ديال الفرن وكنثقبوها وكنطيبوهم على حراره معتدله ما تكونش مجهده بزاف غير بحال اللي نشمعوهم. اللي بغى يعمرهم كيعمرهم نيشان واللي بغى يخليهم هكا كيحتفظ بهم كيدير لهم الصطيبه. صافي كنبقاو حتى كنسالو الكرات ديالنا كاملين. ندهنو الصفيحة ديالنا بشوية ديال الزيت صافي نستفوهم فوق الصفيحة ديالنا. بيتزات ميني بيتزات صغيرين وتقبتهم بالفرشيطة وغادي نديرهم دابا يطيبو نص طيبة وبقاو معنا باش تشوفوهم كيجاو. ميني بيتزا ديالنا ملي طابت كتعطي كمية كثيرة تبارك الله. راه حطيت لي 60 حبة ديال ميني بيتزا بعجين طري طري ها طري. هذه هي البيتزا المعتمده عندي وتخزينها هكا كتجمعوا مثلا 10 الوحيدات ولا 12 على حساب الكميه اللي بغيتو وديروها في ديك السلوفان وديروها في الثلاجه راه كتبقى غزاله رائعه. هذه هي البيتزا المعتمده عندي وبصحتكم وراحتكم جربوها وشكرا لكم على الدعم ديالكم.